لله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أرضي. هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. ما يصحش حد يفكر ان هو يلعب في امن مصر واحنا موجودين، لان انا اروح اموت الاول قبل ما حد يلعب في امنها. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر فيه ازمه كان خوفك منه ملوش لازمه، واديك عالصعب قدرت، واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم